ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نتكلم باذن الله تعالى عن الحج وباذن الله ونطلع. الله سبحانه وتعالى اوقع في قلوب العباد محبة حج هذا البيت، بس الله سبحانه وتعالى قال وفي العادة إذا ذكر الحجاز تذكر الإنسان الحج. الحج ركن من أركان الإسلام والركن الخامس، ثبتت فرضية حج بيت الله الحرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وجب الحج في العمر المرور لمن استطاع عليه السبيل. وكذلك العمرة تجب في العمر مرة واحدة، لكن أكدية الحج ليست كأكدية العمرة. الحج لغة القصد، وشرعا التعبد لله بقصد مكة والمشاعر في زمن مخصوص بعمل مخصوص على وجه مخصوص، هذا هو الحج. الحج مثل ما ذكرنا في الصلاة نذكر هنا الحج. الحج له شروط وله أركان وله واجبات. شروط الحج: يجب الحج على المسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الحج، أول ما يخاطب الكافر يخاطب بالشهادتين. العاقب خرج بهذا المجنون، المجنون لا يجب عليه الحج. كذلك البلوغ فلا يجب الحج على الصغير، لكن إن حج فله أجر، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام. ثم الحرية خرج بهذا الرقيق. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الرقيق. على العموم طالما الآن لا وجد عندنا رق، إذا وجد يفتهم العلماء. ثم بعد هذا الاستطاعة. الاستطاعة تختلف باختلاف البعد والربع عن مكة، لأن بعض الناس يظن الاستطاعة أنها على ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم والكزاد والراحلة. الآن اختلف هذا. هنا الآن في هذه الأزمنة الاستطاعة الحصول على تأشيرة والقدرة على دفع تكاليف السفر من تذكرة وأجرة فندق وما إلى ذلك. هل الدين يمنع من الحج؟ نعم، لا يأتينا. يبقى معنا الشرط الأخير، وجود محرم للمرأة إن احتاجت إلى سفر، وإن لم تحتاج فتخرج. إذا كانت مثلا من مكة تخرج إلى الحج لأنها لا تحتاج إلى سفر أصلا، فلا تحتاج إلى محرم. هل الدين يمنع من الحج؟ نعم. إذا كان خروج هذا إلى الحج يؤدي إلى نقصان الدين فهذا لا يخرج من الحج لأنه غير مستطيع يعتبر، حتى لو أذن له صاحب الدين. مثال هذا الأخ عليه دين، بس الله سبحانه وتعالى يقضي عن جنبه عليه دين، وأراد الذهاب إلى الحج، أخذ دين من هذا، فالآن هذا قال أذنت لك أن تذهب للحج ولا إشكال أن تأخر عن الدين. نقول لا، سفرك هذا يؤدي إلى أن تتوقف عن العمل؟ قال نعم، أنا أعمل بيدي حرفة، ليس عندي راتب، حرفة أعمل، وإذا خرجت الحج أتوقف عن هذا العمل. نقول أنت الآن سفرك هذا يؤدي إلى نقصان سداد الدين فأنت غير مستطيع، لكن لو ذهب للحج حج صحيح.
الثاني بعض الناس يعمل في وظيفة ويسد الدين في كل شهر من راتبه، كما يعني في شراء سيارات، أحيانا يشتري سيارة بالتقسيط أو منزل. نحن لا نتكلم عن شراء السيارة بالتقسيط، المهم عليه أقساط شهرية للسيارة، وراتبه في كل شهر ينزل ويخصم منه مقدار السيارة. فهذا عندما يسافر للحج يأخذ إجازة من العمل، هل يؤدي هذا النقصان الدين؟ لا، إذا يسافر ولا إشكال في هذا. بعض الناس يطلب منه الخروج كالإمام مثلا، طلبوا منه الحملة، قال تخرج معه ونعطيك راتب، هذا يؤدي إلى سداد الدين وزيادة. يخرج؟ يخرج نعم. أو قال له تخرج معنا بالمجان، ولا يؤدي هذا إلى نقصان سداد الدين؟ يخرج معا. مفهوم؟ طيب، ما هي أركان الحج؟ الحج له أركان، لو أسقطنا ركن من هذه الأركان كان الحج باطل. الأول الإحرام، الأول الإحرام. هل معنى الإحرام لبس الحجاب والرداء؟ لا، الإحرام معناه نية الدخول في النسك، أن ينوي، ولهذا قلنا في الحج والتعبد لله، إذا لابد فيه من نية، صح؟ خرج إلى الحج وحج ورجع، وعندما رجع أنت تعرف أحسن، يستقبله الناس في المطار بالحلوى والزغاريت، المهم، ويرجع إلى المكان اللي فيه بالسيارات يتبعه وكذا، ثم الزردة، نعم، ثم يغير الألحاء التي على البيت يكتب عليها الحاج. فبعد أيام لقي إنسان وقال يا حسن سلام عليكم، ما يرد عليه، يا حسن يا حسن، اتفق، قال تنادي من؟ قال ناديك أنت، أنت حسن؟ أم نعم. قال سبحان الله، أدفع 25 مليون، أدفع 25 مليون أو 1000، وأصنع 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 زردة وأصنع كذا وغير اللاح البيت، وبعد هذا تقول لي حسن؟ أنا الحاج حسن، يعني دفع 25 مليون حتى غير اسمه بس، حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابة رضي الله عليهم، وحج السلف، ولم يقل واحد منهم الحاج محمد صلى الله عليه وسلم. بالله فيك، ها؟ تغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقال الحاج، هذا رياء سمعة. واليوم يخرج البعض بالكاميرات عند الطواف، خذ جزاك الله خير، الله يكتب لك الأجر، صورني أنا أرسل الأولى، صور عند الحجر أسود، أنت كيف تصنع الأولاد؟ قال بسم الله، الصور كلها موجودة، أرسلها لكم شيئا فشيئا، ودعيت لكم عند كذا وعند كذا وعند كذا وعند كذا. إذا حججت بمال أصله وسحته فما حججت ولكن حجت العلم. من اللي حج؟ الإبل والسيارات والطائرات هي اللي حجت. نية يا أخوان إخلاص العمل لله، الحج المهم، ما أدري أين كنا. الأول نية الدخول في النسك، أن ينوي، والنية محلها قلب، تلفظ بها بدعة، لأنه قد يلبي، أنا الآن أقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك، دخلت في الحج في النسك؟ لا، صح؟ قد ألبس حجاب ورداء أدخل في النسك؟ لا. إذا الدخول في النسك يكون بالنية، لو نوى حتى وإن لم يلبس ولم يلبي انعقد الحج. إذا الركن الأول من أركان الحج النية. الثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة من زوال الشمس يوم 9
إلى طلوع فجر يوم العاشر يوم العيد. هذا الركن الثاني أو الثالث؟ نعم خليك معي. ثاني الثالث طواف، وهذا يسميه العلماء بين قوسين، أنت تختار طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. لا أعيدها مع الآسف، انتبه. طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. من يعرف؟ طواف قدوم، طواف إفاضة، إفاضة. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج وهو ركن الحج. ما معنى طواف الزيارة؟ لأن الحاج الآن يخرج إلى عرفة ثم يرجع ويطوف، لابد أن يكون هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة، ولهذا يسمى طواف الإفاضة فإذا أفضتم من عرفة، ويسمى طواف الزيارة المكزة لبيت الله بعد أن يخرج الحل من عرفة، حل وليس بالحرم، من الحرم هنا آخر الحرم مستلم، مفهوم؟ إذن هذا الركن الثالث وهو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، ركن من أركان الحج، لابد أن يقع بعد الوقوف بعرفة، لو طاف ما طاف قبل الوقوف بعرفة لم يؤدي ركن الحج. الثالث. الرابع سعي الحج، السعي بين الصفا والمروة. هذه ايش؟ هذه ايش؟ أركان الحج أربع أركان، لو أسقطنا ركن انهار الحج، ما نوى خرج مع مجموعة الحج. إيش تريد؟ تريد الماء حج، ما حج باطل مع أنه وقف بعرفة وكذا. الثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة بعد الوقوف وسعي. واجبات الحج، حج له واجبات صح؟ الأول الإحرام من الميقات المعتبر، يعني ميقات ميقاتها المغرب أين؟ رابط صح؟ ماذا قال ابن عاشر؟ في أحد يحفظ ابن عاشر؟ نعم نعم، وين اللي يحفظ ابن عاشر؟ كيف مغاربة معه؟ الله. في أحد إخواننا يحفظ ابن عاشر؟ إذا أتيت رابغا تنظف واغتسل. الحمد لله المرافق. طيب الإحرام من الميقات المعتبر، ثم البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، ورمي الجمرات، والحلقة والتقصير. مفهوم؟ بقي شيء؟ لا شيء. بقي طواف الوداع واجب لكن ليس من واجبات الحج. كان الشعبي رحمه الله استجاب الدعوة في كل عام يحج، في طواف الوداع يدعو الله. أنا أقول هذا الكلام لأنك تطلب من الكريم، والله ما أضيعك الله، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكان في طواف الوداع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع ليكن آخر عهد ببيت الطواف، ففي آخر شيء يصنع الحاج هو طواف الوداع، فالشعب عندما يطوف بالبيت يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا آخر عهد بالبيت، فيدعو يقول يا رب لا تجعل هذا الطواف آخر عهد بالبيت، فيحج في العام الثالث حتى بلغ 80 سنة. في العام 80 وهو يطوف تذكر هذا الدعاء، قال فاستحيت من ربي 80 سنة
هو يدعو فما دعا فقبض من عامه. صفة الحج ونختم بها إن شاء الله تعالى. يأتي الميقات، عندنا الميقات ميقات زماني وميقات مكاني. لابد الميقات الزماني للعمرة في كل وقت من أوقات السنة، والميقات الزماني للحج 3 أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة. وما رقيت مكانيا، وقلنا إذا مرقت الآن مباشرة النزول الطائر على جدة تحرم من أي محاذاة ميقات الجحفة، رابط الفوق في الطائرة. فماذا تصنع قبل أن تركب الطائرة؟ تلبس الإزار والرداء، لا تنوي من هنا أو تحرم من هنا أو من المغرب أو من الجزائر العاصمة، لا، تركب فقط باللباس. ثم إذا قال لك هذا كابتن الطائرة الآن نمر من على الميقات، تقول لبيك اللهم لبيك، تنوي وتلبي، مفهوم؟ لأن بعض الناس هدانا الله يضع الإحرام أسفل مع الحقائب ويصعد فوق ما معه شيء. طيب ايش يصنع عند الميقات؟ السنه انه يغتسل عند الميقات، لكن يصح انه يغتسل من هنا قبل ان يركب الطائره بس الاحرام والاشكال، يعني يتقدم لان الوقت يسير ما يضر. هل له ان يتنظف؟ يعني حلق العانه ونتف الابط وحلق اللحيه لتزين، يعني حلق اللحيه للحج، ها؟ ها حلق اللحيه كبيره من كبار الذنوب، ونتف الإبط وحلق العام إن احتاج وراء أنه قد يقول هذا يحلق، وإن لم يحتاج يكون يعني حلق في وقت قريب فهذا لا يغتسل. وهل للإحرام صلاة ركعتين؟ لا، لكن إن وافق صلاة في الميقات صلى، أو كان من عادة أنه يصلي ركعتين سنة الوضوء صلى ركعتين وأحرم بعدها. نعم، مجرد ما يحرم لديه محظورات إحرام، محظورات ماذا؟ إحرام، يحظر عليه أشياء يفعلها. ما هي؟ ما يعرف، من يعرف محظورات الإحرام؟ يا إخواننا مفسدات الصلاة، مبطلات الصلاة، نواقض الوضوء، هنا بقي معنا مفسدات الإحرام أو محظورات الإحرام، من يعرف؟ نعم الشيخ. لو يحرم عليه انه مثلا يلبس فوق راسه تقيه انه يقص من شعره واحده واحده، اخاف الاخبط بعدين. يقول قص الشعر او نتف الشعر اي شعر الراس، وتغطيه الراس بمناسب، يعني الطاقيه والعمامه والغتره والشمام، لكن يضع هذا الأخ في الحج حمل حقيبة على رأسه، يصح؟ هل رأيت يوم من الأيام أحد يلبس حقيبة على رأسه؟ لا، يصح أن يحملها ولا شيء، يستظل، يركب السيارة والطائرة، نعم، ويدخل تحت الخيمة، لا أشكال، ما أحد يلبس خيمة أبدا، الشمسية أضعها ما في إشكال، تقليم الأظافر محظورات الحرام، تقليم الأظافر ولبس المخيط أو المحيط أو أحسن من هذا، لأنه تكثر الأسئلة. لا يلبس المحرم السراويل ولا فنين ولا القميص، مفهوم يا أخي؟ يلبس إزار ورداء، حتى الإزار هذا لو فيه شيء من الخياط الأشكال، لبس النعلين أشكال فيها، حتى لو كان فيها شيء من الحبال والخياط لا أشكال، لبس الساعة النظارة الحزام هذا لا إشكال فيه. أخذ يعني بعض الناس يأخذ هذه حقيقة فيها شيء، هذا شيء جزاء الله. هل له أن يلبس هذه الحقيبة أضعها؟ نعم لا إشكال فيها، يقول مع أنها شو
كل أخي يا أخي هذا ليس الممنوع، الممنوع هذا المفصل على الأعضاء، مفهوم؟ يعني لا ألبس الفريدة ولا السراويل ولا القميص. طيب جزاك الله. أيضا محظورات الإحرام، نكاح ما يكون زوج ولا زوجة ولا ولي أبدا، هذا دعه جانبا. الحج ما لك علاقة بالزوج، لا تكون لا زوج ولا زوجة ولا ولي، مفهوم؟ الجماع ابتعد عن النساء، كذلك مقدمات الجماع القبلة وكذا ابتعد عنه. الصيد ما يصيد في الحرم وما يصيد منذ أن يحرم، يحرم عليه الصيد، صيد البر أم صيد البحر يصح ولا إشكال. ويحرم على المرأة أن تنتقب النقاب ولبس القفازين تزيد المرأة، مفهوم؟ نعم، هذه محظورات الإحرام باختصار. يبدأ يلبى بالتوحيد، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما استوى النبي صلى الله عليه وسلم بدابته على البيداء لبى بالتوحيد، توحيد لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا إله لا معبود، نافي جميع معبد من دون الله، مثبت عباد الله وحده لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانوا في الجاهلية يزيدون على هذا، أن هذا معناه الكفر بمعبد من دون الله، بالأصنام والأحجار والأشجار وكل ما يعبد، فكان يستثنوا بعد هذا يقول إلا شريكا هو لك. سبحان الله، هذا الشرك الأكبر. وتجد بعض الناس يحرم بالحج وينادي فلان الولي والنبي وكذا، فحج باطل والله قولا واحدا. طيب سألبي إلى أن يصل إلى مكة، وصل إلى مكة أول ما يبدأ به الطواف، إن ذهب إلى الفندق وضع على أغراض لا أشكال. الآن هذا الطواف يسمى طواف القدوم، طواف الزيارة. ما حد يتكلم؟ هذا طواف زيارة؟ لا، قلنا طواف الزيارة هو طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، هذا طواف قدوم. هذا طواف القدوم يسن فيه أن يرمل، يعني يسرع في الأشواط الثلاثة فوق المشي ودون الهرولة، والاتباع أن يضع طرف الرداء تحت الإبط الأيمن ويضع الطرفين فوق كتفه الأيسر، مفهوم؟ فهذا الطواف كامل فقط هنا في الطواف. وتجد بعض الحجاج المعتمرين هدانا الله إياه من المغرب هو واضع هذا إلى أن يرجع مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ما يصلح في الطواف هنا فقط، يجعل يستقبل الحجر الأسود، يستطع قبل قبل وإن لم يستطع فماذا؟ يمسح ما استطاع يشيل، ويجعل البيت على اليسار ويطوف، ما يدخل في حجر إسماعيل، يطوف من الحجر الحجر شوط سبعة أشواط كامل، كل ما يأتي عند الحجر يكفل. أما الركن اليماني فقط عليه استلام، وإن لم يستطع لا إشارة، الإشارة فقط عند الحجر أسود سبعة أشواط. فإذا تم السبع الأشواط غطى الكتف الأيمن وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس أدانا الله إياه ما يحلو له أن يصلي ركعتين إلا في مكان يؤذي به الناس، والصلاة باطل أصلا يمر النساء وكذا، يا أخي أرجع للخلف في أي مكان تصلي وتجعل أمامك البيت وبينك وبين البيت مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
صلى ركعتين تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل إن كافرون، في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم تذهب إلى الصفا، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، تصعد الصفا تبقى الصفا. ونحن نعرف أن السنة إذا ارتفع الإنسان إيش يصنع؟ كبر حتى لا تعاظم في نفسه، تصعد فوق البهيمة حتى تذبحها تقول بسم الله الله أكبر حتى لا تتعاظم في نفسك. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وتذكر عليه الصلاة والسلام قبل الفتح عندما صعد وقالوا له تبا لك لهذا جمعتك. الآن الأمور كلها صارت على ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم توفيق الله، فعندما صعد هنا حتى لا يتعرض في نفسه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا له وله الحمد انقلبت الأحوال ورجعت مكة بلد الإسلام ولله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين ونصر عبده تواضع عليه الصلاة والسلام وهزم الأحزاب وحده ثم بعد هذا يرفع يديه ويجب هذا وهو واقف على الصفا لا يلزم أنه يقف فوق الجبل نهاية مسار العربات إلا في المنتصف ثم يدعو ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الثانية ثم يدعو ثم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويدعو ثم ينزل إلى أين؟ إلى المروة. هناك علمين كانت أم هاجر أم إسماعيل الصلاة والسلام تسعى هنا سعي شديد فأنت تسعى هنا وبقوة وتتذكر بهذا السعي سعيك إلى الله وبإذن الله يكون هذا سعيك ومشيك على الصراط يوم القيامة. فإذا كنت في هذه الدنيا تسعى إلى الله بشدة ماذا يكون على الصراط؟ تمر مرور البر أو الريح صح أو الفرس الجواد. وإذا كنت في هذه الدنيا تزحف إلى الله وقال خلنا على مهلنا ما نريد يعني نكثر من الطاعة لا واحدة واحدة يكون هذا السعي على الصراط مفهوم؟ ثم تمشي بقية الشوط وتقف على المروة كما وقفت على الصف الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تدعو هكذا وتقف من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط إذا لا بد أن يكون من الصفا إلى المروة عدد فردي ومن المروة إلى الصفا عدد زوجي تنتهي بالمروة ولا بد لأن بعض الناس يرجع للذهاب والإياب شوط ما شاء الله يطوف كم 14 شوط ما شاء الله وينتهي في الصفا لا بالمروة الله المستعان. فإذا انتهى الآن ماذا يصنع؟ إذا كان متمتع يقصر لا يحل وإذا كان معتمر الحمد لله قصر انتهت العمرة وإذا كان مفرد أو قارن يظل على إحرامه إلى يوم أي يوم؟ يوم النحر. متى بعد هذا يبدأ مناسك الحج؟ سبحان الله يبدأ الحج بيوم عرفة بيوم التروية يوم الثامن. أيام الحج لها أسماء أسماء أيام الحج ما هي الأسماء؟ يوم الثامن يسمى يوم التروية يوم لماذا؟ لأن منى كان ليس فيها كان الناس يحمل الماء من مكة إلى منى وهذا يسمى يوم التروية هذا اليوم يوم الثامن يوم التاسع يسمى يوم عرفة يوم العاشر يسمى يوم النحر يوم العيد صح؟ يوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأنه ما حد يتحرك جاك يوم الثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني انتهينا مفهوم؟ هذه أيام الحج لها أسماء يا رجل أنس اسمك لا إشكال لكن لا تنسى أسماء الحج هدانا الله يوم التروية
يدخل منى ضحى يعني الساعة العاشرة تقريبا ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر الرباعية ما هي رباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء ثم يصلي الفجر فجر يوم التاسع يوم عرفة بمنى ثم ينطلق إلى قبل عرفة إلى نمرة يرتاح هنا ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم يعني يقدم العصر مع الظهر حتى يتسلى له وقت في الدعاء بأذان واحد وإقامتين ولا يتنفل بينهما وإذا فرغ وانتهى من الصلاة طبعا الإمام يخطب قبل الصلاة هذه ليست جمعة يا رجل هذه صلاة ظهر وعصر ثم بعد هذا يدخل إلى عرفة ويقف بعرفة يقف يعني يكون داخل عرفة سواء كان واقف أو جالس أو على جنب لا أشكر إلى أن تغرب الشمس ويأتي الظلام بعد هذا ينطلق لأن ذكرنا من الواجبات لابد يقف إلى غروب الشمس يدعو يستقبل القبلة ويكون متطهر على استحبابه ويدعو وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت قال عليه الصلاة والسلام أنا والنبي يوم عرفة لا إله إلا الله يظل على هذا أن تغرب الشمس إذا غربت الشمس انطلق إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير لأنه أخر المغرب مع العشاء بأذان واحد وإقامتين ثم ماذا يصنع؟ ينام وإن لم يأتي النوم يتظاهر بالنوم ما يجلس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الحجاج هدانا الله إياهم يصعدون الجبال ويكسرون الحصى والنبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا؟ لا يا أخي تنام توتر نعم وتصلي الفجر في أول الوقت هذا يوم عيد في أعمال عندك تصلي الفجر في أول الوقت ثم تدعو في مزدلفة تسمى المشعر الحار وقبل أن يظهر قرص الشمس تنطلق إلى أين؟ إلى منى اليوم هذا عند الأعمال السنة أن ترتبها إن لم تستطع الترتيب سقط عنك الترتيب فالسنة في أعمال يوم العيد من يعرفها ترتيب أعمال يوم العيد السنة في ترتيب أيام يوم العيد رنحة جمعت في قولك رنحة فلو سألك إنسان وقال ماذا نقدم ماذا نؤخر وكيف نرتب الأعمال يوم العيد تقول رنحة ومع السلامة تترك وتمشي ما معنى رنحة رامي ثم نحر ثم حلق ثم طواف هذه السنة في أعمال يوم العيد رنحة ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات وهي آخر جمرة أقرب ما يكون إلى مكة وأبعد ما يكون من منى ومزدلفة ترميها بسبع حصيات بعض الناس يرمي مثل هذا وبعض الناس يرمي من عليه ويسب فرقت بيني وبين زوجتي كلها انما جعل رامي الجمرات طواف البيت هذا من اقامه ذكر الله سبحانه متى قلت طلقت زوجتي سبحان الله طيب ياخذ حصن صغير مفهوم مثل حبه الحمص معروف الحمص عندكم تصنع به الطعام نعم طيب يرميها بسبع حصيات رمي ثم ينحر ان كان عليه النحر ثم يحلق ولا يقصر حلق اولى مفهوم ثم يطوف طواف الزياره طواف الافاضه هنا الركن الان وان كان سعي الحج الحمد لله وإذا كان متمتع عنده مسعفا وبهذا يبقى عليه ماذا؟ طواف الوداع عندما يريد الوداع والحمد لله رب العالمين هذا ما تعلمه هل
الذي لا يذهب إلى المدينة حج صحيح وباطل؟ صحيح لا علاقة بها، لكن طالما وصل يشد الرحل لزيارة القبر ولا المسجد. لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد، وإذا وصل يشرع له الذهاب إلى مسجد قباء وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع والشهود الأحياء. أما ينوي بالسفر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يمكن، مفروض. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. Thank you.